والله غير هذو المحافظ اللي راهم دايرين فيهم سكولات العلامات تاع امريكا، والله غير راهم يشجعوا لحاجه اخرى، فهمتني؟ راهم يشجعونا لحوايج اخرى. دوك هكذا هكذا العنف يبدا من السكولات، الاعلام تاع بلاد تاع ما على باليش، والمحافظ تاع الصح اللي راه يضروا الاولاد في ظهورهم. هذه كدير ساكو دوك من هذه، واش تقدر تهز هذا في الدوزان تاعها؟ هذا الشيء اللي راهم تاع الرسومات اللي يجيو تاع ليكول اللي يجيو فيهم الاعلام تاع الماريكان والسكولات والاخرين، هذه ظاهره يدير العنف للدراري صافي باش يعلموهم القران كي يدخلوا البريمير راني نعلموهم القران، نعلموهم يبداو في العنف تاع الدراري، نبداوهم يتعلموا العنف باش توليو تدابزوا وتوليو ديروا سكولات ولي ما يخاف لا من سكولات ولا ما، ومن بعد يقول لك راهم يقتلوا يسرقوا الدراري ويدي، وهي تصرى بين الدراري ديجا صرات خطره طفل مع طفل على بيسيكلات قتل صاحبه ودفنه، هذه رايحه لهذا الشيء. وتبدا من المدرسه تبدا الطفل كي يكون بالبريمياراني تاوعه لا ما طلعش في المرتبه تاعو مليحه في مخه، الطفل ورقه بيضاء كيما تكتب فيه هذيك هي يطلع بها. ديجا شوف هذا لاتيكال هذا سيستم سيكولوج، قال لي الطفل الصغير من العام للخمس سنين تربيه يخرج احسن تربيه، من العام لخمس سنين تاع هذاك الطفل الصغير يجبد باباه من وذنيه ويضرب يماه ويقولوا بيبي والاخرين نو، يعلموا وراه الغلط ولا هو ويسجل. تشجع الانحراف تاع الاطفال، ما فيها لا صور تاع لا امراء ما عندنا لا امراء لا شهداء لا ما كان والو، جماجم مش عارف الدرابو تاع الامريكان ما حاجه يعني ما تشجع أطفال بيقرأوا. فيما يخص المحافظ كذلك نفس الشيء، الأسعار جدا مرتفعة، الرسومات اللي راهي على المحافظ يعني رسومات غير لائقة، إعلام تاع الأمريكان، رسومات تاع ميكيات يعني تاع رعب تاع هكذا، يعني اللي ما تتماشاش مع التلميذ مع المدرسة. كان من المفروض يعني مش عارفه انا رسومات كراس كتاب مش عارفه هكذا يا ممر تاع طريق تاع المرور، بس يعني الاشياء اللي شفتها ما تعجبش خلاص. عجبني تاع الريسكولات هذاك خاطش شباب خاطش قاعد الدراري يحبوا تاع الريسكولات، يحبوا هكاك رسومات مخاوف هكا من يحبوا خاطش هما متعلقين بافلام تاع الرعب، لذاك تجيهم رسومات هكاك يحبوا تاع كراطب باش يبانوا هكا يبانوا، ماشي خاطش انا نقول لكم على كيما هما خاطش يقبلني شعور نبغي نشري ذوك الكراطب هكا يبانوا مليح يبانوا شابين من برا. هذو خراطب تاع السكولات هذو ما تاع موضة جديدة أنا عجبوني، لا خاطر الدراري قاعدين يشرو هذو الخراطب على هذيك أنا نحب نشريهم. في إطار العولمة الثقافية والعولمة المعلوماتية فإن الدول الكبرى تسعى لعولمة رموزها وعولمة ثقافتها وعولمة هويتها باش تأثر على الرأي العام العالمي، ومن ثم اللي يكون عنده مستوى معين من الثقافة ينتبه لهذا الأمر فيحاول أنه يركز ما يشريش هكذا هباء منثورا باعتباطية، وإنما يركز ويعرف واش ينتقل لأولاده. احنا الظاهره هذه ماشي مر في بلادنا، احنا كي كنا زمان نقراو كدايا ما كانت يبي با هذا الشيء هذايا يبي با هذا الشيء هذايا. احنا هذه بالنسبه لينا احنا كدوله اسلاميه وانتمي للاسلام وكدايا، هذا الشيء هذايا ماشي حق تسمى الدراري باش يديروا لهم هذه درابو تاع الماريكان ولا لا جوفان سكولات اللي هيكا، دونك ماشي استدير ماشي حاجه اللي تفرح التلاميذ ديالنا. احنا في ظل الازمه الماليه اللي نعيشوها ماذا بينا نشجعوا المنتوج المحلي، ماهوش نفتح الباب على مصراعيه للمنتوج الخارجي مع ما فيه من رموز لا تمت الا الهويه الوطنيه بصله. نوجه نداء للسلطات اللي راهي متكلفه بهذه تاع الاولاد صغار ما على باش ليديكاسيون ما على باليش انا باين يحيوا لنا هذا
هذه اللي راهم يستوردوا هذم هكذا لافورت كيكي يصفوا يستورد المحافظ هذه لاولادنا ومن هنا رايح الاولاد لا عاد ولد قدنا هذا في عمره 8 سنين 9 سنين يهز كم من هذه بعد كي يكبر كيف راح يولي؟ يولي ان شاء الله السلطه ديالنا باش احنا اوليو باش يديروا لنا درابو تاع امريكان يديروا الدرابو تاع الجزائر ويديروا تاع الامير عبد القادر احنا ننتميوا للحضاره الاسلاميه وكذايا نتمناو اننا عندما نقتنيوا من اجل اننا نبيع للاطفال تاعنا نقتنيوا بصوره عقلانيه ندرس الشيء قبل ما نجيبه ندرسه هذا الشيء انا كي نشوف محفظه تاع تلميذ تاع ابتدائي ولا متوسط ولا ثانوي في الوطن الجزائري وفي اعلام تاع الامريكان وعلاه على واش كان اعلام تاع الجزائر انايا على ما نوريش انا التلميذ تاعي لوليدي اعلام تاع بلادي ايه ولا لا لا ايه يعني من الصغر راح نعطوا لهم وجهه نظر خاطئه ان شاء الله السلطات تاعنا تكون عندها مراقبه في هذو الصوالح بخصص على اولادنا باسكو راهو يزيد والعنف ويزيد في بعضهم بعض الدراري.